لا شيء يوحد الناس في كل الأوقات كالأزمات، وإذا كانت الأخبار قد نقلت إلينا قبيل أيام فرحة ليبيا عامة ومدينة الكفرة خاصة بالعثور على الأسرة التائهة في الصحراء بعد أيام من فقدانها، فإن الحزن والترقب ما زال يخيم على مدينة الصحابة التي يسابق أهلها الوقت للوصول إلى الطفل عبد الفتاح غيضان ذي 9 سنوات الذي اختفى قبل 4 أيام في كرسة في منطقة محصورة ما بين الجبل والبحر. هي الحادثة التي تفاعل معها كل الليبيين وانتشرت صوره التي تتجسد فيها كل معاني البراءة والحزن العميق في كل الأرجاء. ما أن انتشر خبر ضياع الطفل حتى خرج الجميع في درنة، عسكريين ومدنيين، على الأرض في الغابات والوديان أو في السماء عبر المروحيات لتمشيط المنطقة التي اختفى فيها الطفل، مدفوعين بالحيطة والحذر نظراً لأن الطفل من أطفال التوحد، وهو ما يجعله يخاف من كل غريب ولا يستجيب لأي قادم. تتوالى الأيام ومع كل لحظة يزداد الخوف على مستقبل الطفل الذي لم يعثر له على أثر سوى حذائه الذي تركه عند شاطئ البحر، وهو ما زاد من القلق على مصيره وجعل أفراد فرق الغوص يشاركون في حملة البحث التي قادها الكشافة والهلال الأحمر، وشارك فيها كل أهالي المنطقة في بادرة تحمد ولا تستغرب. فإن لم يوحدنا ضياع طفل يعاني الوحدة والتوحد، فمتى نتحد؟